السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النوافل تكمل نقص الفرائض. من الذي أخبرنا بذلك؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. الله أكبر. طب ده ممكن يكون مقصر في أي حاجة تانية، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. يبقى إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته. قال جل وعلا لملائكته: هل لعبدي من تطوع؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون بلى، فيكمل بتلك النوافل نقص الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ذلك في سائر عمله. يعني لو كان في نقص في الزكاة يكمل بها من ايه؟ من التطوع او من نوافل الصدقة، ولو كان هناك نقص في فريضة الصيام يكمل من نوافل العبادة، من نوافل الصيام، وهكذا في سائر العبادات. يبقى اذا الإنسان يكثر من النوافل. بعض الناس يا جماعة بتقول إيه؟ مالك فاهم، أنا بصلي الفريضة. خد بالك من حاجة، ما أنت لو ضامن إن الفريضة بس هتتقبل منك، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، هنقول يا سيدي خلاص كفاية الفريضة. بس الإنسان يعني زي ما بيقولوا كده، النافلة لا يفعلها إلا محب. خد بالك، قال جل وعلا في الحديث القدسي، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، يعني الفريضة. خد بالك بقى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. يبقى النوافل سبب عظيم جدا لمحبة المولى عز وجل وللفوز بمحبة الله. فإذا أحببته خد بقى الثمرات كلها: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما سأته. يبقى كتر من النوافل على قد ما تقدر. عندك 5 فرائض في اليوم والليلة ما شاء الله، وعندك 12 ركعة رواتب، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، اللي يصليهم في اليوم والليلة يتبني له بيت في الجنة، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عندك صلاة الضحى، إذا صليت ركعتي الضحى كأنك تصدقت ب 360 صدقة بعدد مفاصل الجسد. وإذا صليت الضحى 4 يكفيك الله آخر اليوم، لأن المولى عز وجل قال: عبدي اكفني 4 أول النهار أكفيك آخر النهار. المولى عز وجل يكفيك بقى من كل شيء سبحانه وتعالى. طيب عندك كمان قيام الليل، لو صليت قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يجزل لك الخير كله، لأن الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي على عباده: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل المولى عز وجل يقول ذلك إلى أن يطلع الصبح. يبقى إذن فأكثر من النوافل حتى تأتي يوم القيامة. إن كان هناك نقص في الفرائض يقبل ذلك من النوافل، وإن لم يكن هناك نقص فالنوافل سبب لمحبة الله، ومحبة الله سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم محبة الله عز وجل وجنته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستفيدوا.